متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بخرائط توقعات درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض، والتي تبين اعتبارا من نهار يوم الأربعاء بداية تقدم كتلة هوائية قطبية، هذه المشار لها باللون الأزرق، تدريجيا باتجاه المملكة. لكن نهار يوم الأربعاء يقابل ذلك اندفاع لهواء ساخن باتجاه المملكة كما تلاحظون. هذا الهواء الساخن الذي يرتفع باتجاه المملكة يتوقع أن يجلب معه ارتفاعا واضحا على درجات الحرارة في تلك المناطق، لكن تدريجيا يتوقع تقدم هذه الكتلة الهوائية القطبية باتجاه المملكة اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، وتتمركز كما تلاحظون على المناطق الشمالية من المملكة، مسببة انخفاضا ملموسا وحادا على درجات الحرارة. وتعتبر هذه الكتلة الهوائية هي الأبرد في هذا الموسم، يتوقع أن تتدنى بها درجات الحرارة في ساعات الليل، ليلة الأربعاء على الخميس والخميس على الجمعة، إلى ما دون الصفر المئوي في عموم المناطق الشمالية من المملكة، ومن ثم شمال شرق وشمال المملكة. وتمتد هذه موجة تطال العاصمة الرياض أيضا خلال ساعات نهار يوم الخميس أو مساء يوم الخميس ويوم الجمعة، مسببة انخفاضا حادا وكبيرا على درجات الحرارة. هذه الكتلة الهوائية الباردة والقطبية المنشأ يتقدمها أيضا، هناك يتقدمها نشاط كبير في سرعة الرياح السطحية، مسببا ذلك لنشوء موجات غبارية في مقدمة هذه الكتلة الهوائية الباردة على مناطق مختلفة من وسط وشرق المملكة. كما تلاحظون تهبط هذه الكتلة نحو الجنوب، مسببة أجواء مغبرة في عموم هذه المناطق، تأتي في مقدمة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة، كما تنشط رياح السبب في المناطق الغربية من المملكة بما فيها جدة على شكل رياح شرقية نشطت السرعة في تلك المناطق. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض لنهار يوم الأربعاء، فالأجواء تكون خلال ساعات النهار مشمسة، كما ذكرنا هناك ارتفاع متوقع درجات الحرارة، تكون درجة حرارة 21 درجة مئوية والأجواء صافية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: في يوم الثلاثاء 21/13 ارتفاع آخر ملموس على درجات حرارة يوم الأربعاء تصل إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصورة إلى 14 درجة مئوية. هناك انخفاض حاد وكبير جدا على درجات حرارة يوم الخميس تصل إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، لاحظوا معي 6 درجات مئوية في العاصمة الرياض في ساعات الليل، وتتحول الأجواء تصبح مغبرة أيضا في ساعات النهار. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة الثلاثاء والصغرى الليلة التي القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة، تحديدا في منطقة سكاكا 20/7، عرعر 18، 6 تبوك 18 إلى 6 درجات مئوية. انتقالا للمناطق الغربية: مكة مكرمة 30/17، جدة 28/19 درجة مئوية، المدينة المنورة 27/12، وفي الطائف 25/12 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء مستقرة: 23/10 في أبها، 20/12 في الباحة، وفي جزائر 29/24 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية في الإحساء تكون 24/10 درجات مئوية، في الدمام 23/11، وفي حفر الباطنة من 20/11 درجة مئوية. ختاما في المناطق الوسطى في الرياض 21/13، في بريدة من 20/11، وفي حائل من 18/6 درجات مئوية. بعض التوصيات الهامة بشأن هذه الحالة الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة: تنبيهات طبعا هامة بشأن ارتفاع مستوى الموجات الغبارية الناتجة عن هذه الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، ومن فرص ارتفاع كبير في نسب الغبار أيضا في الأجواء. الأمر الآخر هو من انتباه من انخفاض درجات الحرارة وحدوث موجات البرد القارس، وبالتالي مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة. دمتم بخير. إلى اللقاء.